أخبار اليوم. بشر بس كل المصريين، وميلاد السيد المسيح كان فيه رمزية التسامح والحب والخير، ودي أكتر قيم بلدنا محتاجها في والله ده إحنا بقالنا أكتر من سنة بيبقى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى يا إما بنفس التوقيت أو قريب من ميلاد السيد المسيح، والقيم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ليها لا تختلف عن القيم اللي دعا ليها السيد المسيح، المحبة والرحمة وإعمار الأرض وفضل الآخر، ودي أكتر قيم البشرية محتاجها.